السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا مولانا، أنا عندي إيه؟ أنا أم وعندي ابني هو وصل لأعلى مراتب العلم باجتهاد مني، وكان مهمل وأهلني وسبني وضربني، ويتجوز جوزة برضه زيه بالظبط كذابة ما بتثقش الله فيه ابدا، وبيهن واهلي وانا بس هو علشان للامانه هو بدا يصلح من نفسه، بس انا مش قادره انسى اللي هو عمل فيه كتير كتير كتير، واقل سبب يتعصب عليا وينهار لي ويسبني. إلى الآن ولا تاب من هذا؟ لا هو اتحسن، بس لو اي موقف بسيط يهني ويتعصب عليا وينهار لي بأبسط الأشياء. وأنا صبرت عليه، يعني قعد في الدراسة، المفروض يتخرج في 6 سنوات، قعد 12 سنة، بقيت يعني عملت المستحيل عشان أحسنت إليه لكن ما قابل الإحسان بإحسان. وعمري ما شفت متحف. ولما اتجوز يا سيدنا الشيخ قاعد معايا في البيت، وهو طالع يخبي مني الأكل، يخبي مني مع ان انا مش محتاجه منه، مش مستنيه منه، انا بديله على طول وبكرمه وبحسن اليوم في المعامله، ومع ذلك هو يعني تلاقيه يخبي الاكل وهو طالع، مع ان انا ما بطلبش منه اي شيء. والله يا والدة، والله شوفي اسمعي، الله يبارك فيك ويثيبك ربك على كل شيء صنعتيه، الله يكرمك ويجزيك خير على كل شيء صنعتيه مع هذا الولد، مأجورة والطيبات لله، لكن قدر الله عليك بولد عاق كهذا الولد. والله يا أختي هو يضر نفسه لا يضرك، هو يضر نفسه. إذا كان ربنا قال رب اللي عملوا فيا، حتى لو انا مش قادره اسامحه خالص، مش قادره اسامحه خالص. لا يعني سبحان الله. طيب انت ترضيك يتعذب بنار جهنم امامك؟ وعذبني، عذبني كتير، واهني وسبك وضربني، ضربني يا شيخ، ضربني. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهو متعصب والله، والله بدون اي اسباب، يعني اقول له قومي يا حبيبي عشان تاكل، يبقى عايز ينام، يسبني ويضربني ويضغطني. لا إله إلا الله. وأنا صبرت عليه صبر أيوب عشان يوصل للطبيب، وسبحان الله متزوج إنسان عظيم في الطبيب، كذابة بتكذب وتحور وتعملها، وللأسف الشديد حافظة كتاب الله. طيب دعيني كده أتكلم كلمة عامة وأنت اصبري وربنا لن يضيعك. معلش. عند الله أجرك يا ولد. لكن وفي قال لي اهمليش دي الناس اللي قلت على أموت دونه وخلينا دي 13 سنة، ومفروض خلاص في 6 سنوات قعد 13 سنة، وأنا أتسلف من إيدين الناس وأموت وما أخدش علاج عشان أجيب لي وياخد الفلوس يصرفها في العالم ويشرب سجاير، وبرضه فضل وراه لغاية ما خد شهادته وتعين، يعني وبرضه جريت وراه لغاية ما يشتغل شغل خاص برضه ينهار فيا. طيب اسمحي لي يا والدة بشيء بس، نوجه يا والدة اسمحي لي بس بنصيحة نوجهها لأمثال هؤلاء. أولا عقوق الأمهات وعقوق الآباء كبيرة من أكبر الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، يعني بعد الشرك بالله، بعد الشرك أكبر ذنب بعد الشرك عقوق الوالدين. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخله الجنة. إن ربنا قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما
وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إنها من المحرمات. قال تعالى في كتابه الكريم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات. إن الإحسان إلى الوالدين أفضل إحسان بعد طاعة الله ورسوله. إن الله قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين. قال المسيح في المهد: وبرا بوالدتي. قال يحيى عليه السلام، قال تعالى في شأن يحيى: وبرا بوالديه. فيا أخت اصبري، هو الذي ضيع نفسه والله يضيع نفسه. وليعلم كل عاق أنه يعرض نفسه لسخط الله ولغضب الله. ودعوة الأم تستجاب في ابنها. إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بجريج عابد متفرغ للعبادة، جاءته أمه ويصلي، كان في صلاة ما كان يلعب ولا يشتم، فنادته: يا جريج يا جريج. قال: يا رب أمي وصلاتي، يعني يا رب أنا أصلي بين يديك أمي تناديني. كررت: يا جريج يا جريج. قال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاتي فدعت عليه دعوة: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الميميس النسوة الزواني. وتحققت الدعوة، ولولا أنه كان مجتهدا لانتقم منه، لولا أنه كان مجتهدا ما نجاه الله سبحانه وتعالى. فيا أمي يا أختي الكريمة، أنت في كل صلاة تقولين: الطيبات لله. فاجعلي هذه الطيبات لله. إذا كان ابن آدم يجحد ربه، الله خير أو أنت؟ ربنا خير، والإنسان مع الله جحود. إن الإنسان لربه لكنود، جحود مع الله، يذكر المصائب وينسى النعم. فكان ربنا أنعم علينا بنعم والناس يعصون ربهم وهو المنعم عليهم، فمعلش نعتذر إليك وأجرك عند الله. أنت تريدين الأجر الأخروي، أنت تريدين الأجر من الله. إن تاب وأناب افتح له باب التوبة، أما إذا لم يتب ولم ينيب فابتعدي عنه، دعيه، وسيتولى الله الانتقام من كل ظالم. سيتولى الله الانتقام من كل ظالم، انتبهي. وإن حتى انتبهي، الله لا يترك الظالم أبدا أبدا، انتبهي. ما خلاص، أنت الآن أم قلبك رحيم، ولا ربنا علم ما أصابك. أليس الله علم ما أصابك؟ يعلم أو لا يعلم؟ وقادر على الانتقام منه أو غير قادر؟ فأنت إذا تفضلت بالعفو، إن تاب، إن لم يتب، إن لم يتب خذي اشتدي عليه، إن لم يتب، إن لم يتب، إن لم يتب تريثي في آلان العفو عنه. لا إله إلا الله. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. الله يبارك. الأمهات على وجه الخصوص يا أهل الإسلام، الأمهات على وجه الخصوص من أحق الناس بحسن صحابته يا رسول الله. قال: أمك، ثم من؟ ثم أمك، ثم من؟ ثم أمك، ثم من؟ ثم أبوك. هذا يأوي زوجة كاذبة عياذا بالله، وتثير وتزعر على أمه أصلا معرض عن طاعة الله وطاعة رسول الله. إن ربك لبالمرصاد.